على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قبل القصيدة أبي لكم 5 بلاد أن تسمع أولا كلهم ذكروا فلسطين فلسطين. حبيت أشارك 5 بلاد نذكر فلسطين وما يجي فيها. قال مشتاق يا قدس نتشارك همومك معا. قضيتك والله اللي عندي أول قضية. وراك مش نعمل الحكام شوية هيا. لا عاد نخوة ولا قيله ولا تحمية. المصر والأردن لبنان سيدي حسن. أين العراقيين والمغرب زيه وزيه. لا حد يقول إني صنعاء ولا إني عدن. نحن تقدم الله اللي هم لأهلي. لا حد يقول إني صنعاء ولا إني عدن. نحن عشر رمضان. رمضان ذيك اللي جاهد فيه رسول الله. سلام في ليلة 13 رمضان. رمضان ذيك اللي جاهد فيه رسول الله في بدر يوم انتصر على الظلم والطغيان وحطم المشركين وانهى عدو الله وجرحوا عدد من رجال المصطفى العدنان. لكن نبي الهداية ما ترك جرحاه داواه حتى شفاه الواحد المنان. لم يهمله في زمانه مثل ما هملناه. تحيتي للجريح ما هلت الأمزان وللمعاد المعاد حياه يا حياه. هذا البطل اللي زار في داخل الميدان ولكن الدرس لأعداء الوطن وحداه. قاتل وجاهد عدو الله ضنب إيران. محلى الجهد في سبيل الله يا محلاه. ما خاف من هدنة الحوثي ولا قهران. ما خاف من هدنة الحوثي ولا قهران. بالرغم من كل ما كافه وما قدره ولم يقاتل مع زعطان أو علان ولا لأجل المناصب والرتب والجاه وإنما في سبيل الواحد الديان نفسه وماله وروحه باهم لله لأجل العقيدة دون الروح والأبدان ولأجل الوطن ما يهمه لو يصب دماغه. لأجل العقيدة دون الروح والأبدان ولأجل الوطن ما يهمه لو يصب دماغه. قلبه بحب العقيدة والوطن مليان. بالرغم من كل ما عاناه وما لاساه ضحى من أول وعاد مستعد الآن يسوي أكثر من اللي كان قد ساواه. هذه مبادئ ولا تبحى من الأزمان. من مبدئه صح ما يمكن يبيع مبدأه. هذه مبادئ ولن تمحى مدى الأزمان. من مبدأه صح ما يمكن يبيع مبدأه. هؤلاء معادين في الأجسام والأبدان يعني فقد كل واحد بعض من أعضاه. ما هم معادين في المبدأ ولا الإيمان. ما هم معادين في حب الوطن وابناه. ما هم معادين في موقف وطن وإنسان. ما هم معادين نفسيا ولا حتى مبدأهم أرفع وأعلى من جبل هيلان وأنسى من الصخر ما تخضع لغير الله. مبدأهم أرفع وأعلى من جبل هيلان وأقسى من الصخر ما تخضع لغير الله. ما لا تأثر عليهم وسوسة شيطان وكلام مرجف يزيد الآه فوق الآه. ما لا يضيع عليهم أجرهم خوان. كلنا عارف مساره وينهم ممشاه. هم لم يقوموا بما قاموا لأجل فلان. أعمالهم كلها كانت لوجه الله للحب نبال من رئاسة هيئة الأركان ومن الوزير حقنا فيهم يخاف الله. لكن نبال من رئاسة هيئة الأركان ومن الوزير حقنا فيهم يخاف الله. أكبر ألم للجريح نشكر على الإنسان وخاصة لا يراح في سبيل الله. ولكن أكبر ألم من الجريح إخوان اللي أهملت القيادة وصيحة تنسى.
ولكن المرأة عند الملح إخوان استهملتها بيانه وصلها تنساه. مشكور يا ابن عزيز، مشكور يا سلطان. وللوزير حكمة يا ريت ما يلقاه، نقول له بالأقل أما كرمة سلمان وين المعاش؟ لا الحين ليش مده؟ والعفو لا أخطيت أو زليت باللسان. صلوا على المصطفى طه رسول الله. السلام عليكم.